لقد قررت اليوم أن لا أعلق على النتائج. أؤكد مرة أخرى على أنني سأواصل نضالي من أجل الجزائر الجديدة، جزائر الحريات والديمقراطية. كما أوجه تشكراتي إلى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات على المجهودات المبذولة بالرغم من النقائص والتجاوزات التي شابت عملية الانتخابات، وأجدي شكري وتقديري لكل المترشحين، متمنيا التوفيق للرئيس المنتخب، انطلاقا من قناعتي أن الجزائر تحتاج الاستقرار